معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من عمان الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكبيسي. مرحبا بك دكتورة هداب. إذا النائب السابق رحيم الدراجي قال أن العراق تصدر المرتبة الأولى بالفساد وبما لم تشهده أي دولة في العالم، ما الذي أوصل العراق إلى هذه الحال؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني أنه التحدث عن أي نهب اقتصادي وفساد ريعي لا يمكن أن نعزله عن الفساد السياسي. نعم. يعني هذه الحقيقة أن تكون واضحة، هناك متغيرين هو الاقتصادي والسياسي يجمعهما الفساد، وبالتالي هو هذا التشكيلة الرئيسية في بنية الدولة العراقية في الوقت الحالي ومن بعد 2003. إذا نحن أمام مجموعة مسار كما أشار السيد النائب وكما أشرتم في تقريركم، يعني العراق حقق درجة كبيرة ودرجة فساد بين دول العالم، وأصبح هناك إحصائيات كثيرة وحتى في إحصائيات البنك الدولي تشير إلى هذا الموضوع. إضافة إلى هذا يعني أننا كيف نستطيع أن نحل مثل هذه المشكلة ونحن لدينا 60% قطاعات الرشوة في مجمل اقتصاد العراق، 29% من هؤلاء اللي يعني يأخذون الرشوة هم في بغداد، وبالتالي نحن قد نتكلم عن الفساد وعن ملفات الفساد، ونحن أمامنا الفريق الدولي من فساد قبل مجموعة 67 وزير ونائب، منهم 16 وزير، 64 عضو نائب من نواب البرلمان اللي هو في 2018، هؤلاء مفسدين متهمون بالفساد، ولكن لم يعني يحرك ساكن بهذا الشيء. جينا في نهاية 2018 تحدثت الملفات من قبل الفريق الدولي للفساد أيضا ب 113,000 ملف فساد، ونحن الآن نبحث عن الفساد. لديك ملفات يعني السيد رئيس الوزراء، ولديك أسماء وزراء محددة، ولديك أعضاء من النواب، فبالتالي لديك أيضا هيئة نيابية اللي هي هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في البرلمان، هؤلاء كلهم يستطيعون أن يقوموا بعملهم، وبالتالي إذا هؤلاء لم يعملوا فبالتأكيد العراق سيكون بالدرجة الأولى في ملفة الفساد إلى ما وصلنا إليه في وقتنا الحاضر. نعم. كيف تقرأين دكتورة قرار مجلس النواب إلغاء مكتب المفتشين العموميين، وإلى أي مدى يمكن أن تؤصل هذه الخطوة إلى تقنين الفساد؟ يعني أكيد يعني إحنا عن بعد قد يكون من الصعوبة جدا قراءة هذا الملف، ولكن حسب ما أشير أن هنالك حسب ما أشير في يعني في مجمل الأخبار والتقارير الأجنبية أن هؤلاء قسم منهم كانوا متعاونين مع المفسدين، هؤلاء قسم سهلوا هذه العملية، وهناك من يشير لا أنه عملية نقل هؤلاء أو الاستعاضة وعدم الاستعانة بهم أيضا هو من عملية الفساد. نحن الآن لسنا بقدر المفسدين، المفسدين طيلة هذه السنوات لم يستطيعوا أن يحركوا ساكن، ولكن على رئيس الوزراء وهذا ملف يعني هو أعاد هيكلته في نهاية 2018، وهذه الهيئة التي تخص القضاء على الفساد هي كانت موجودة في زمن دكتور عباد، ولكن أيضا هذه الطروحة جديدة للسيد رئيس الوزراء الحالي هي طروحات مستنسخة عن سابقتها، وبالتالي يعني احنا سوف نصل إلى نتيجة ما دام أن الفساد أصبح لديه جذور كما ذكرتم في تقريركم، وبالتالي أصبح الفساد مؤسسات، أي أن الفساد هنا يعني يتغلغل في جميع مؤسسات ووزارات الدولة العراقية، وبالتالي هو ليس من ضمن أشخاص محددين أو أناس معينين، لا، الفساد هنا شريحة كبيرة من العاملين في الدولة العراقية هم متهمون بالفساد. إذا بدأت أنت فقط القضاء القانوني ان تشرعها حتى تستطيع ان تمسك بزمام الامور، ولكن السؤال ماذا عن اللي دائما احنا نشير اليه، الدوله العميقه وبالتالي وجود الاحزاب والى اخره الحاسه التي سوف لن تسمح بظهور مثل هذه الملفات او
إقامة الحد عليها أو توقيفها، أو بالتالي إحالتهم إلى القضاء. يعني هي العملية برمتها أرجع وأقول هي يعني هذا في البداية أنه لا يمكن أن نتكلم عن نهب الاقتصاد والفساد البيئي معزل عن الفساد السياسي. أيضا هل كان قانون العفو العام الذي أسهم في خروج 400 مدان بتهم فساد، هل كان برأيك بداية الخطة لتوطين الفاسدين على مفاصل الدولة؟ عفوا السؤال لو سمحت. هل كان قانون العفو العام والذي أسهم بخروج 400 مدان بتهم فساد، هل كان بداية الخطة لتوطين الفاسدين في مفاصل الدولة؟ يعني هي عموم مفاصل الدولة العراقية الآن بشكل عام، وقد يكون أيضا بشكل خاص، هي لا تعمل بشكل صحيح، وبالتالي كل ما موجود على مؤسساتها هو هنالك شيء خطأ، يعني هنالك شيء غير صحيح يسير العملية الإدارية والسياسية، وطبعا هذه تجمعها المالية. خروج هؤلاء أو وجود مفسدين آخرين، يعني هي كلها هي مجمل العملية السياسية من بعد 2003 إلى حد يومنا هذا. هذا يدخل في يعني مجمل نظرية اقتصاد الفساد السياسي. يعني لا يمكن إحنا أن نتجاوز عن مثل هذا الشيء. نعم أكيد لهم أثر، ولكن أيضا يجب أن نفكر في أننا أن نفصل الأشياء التي ممكن أن تؤثر على الدولة، وبالتالي مثل هذه الأمور، مثل هذه المتغيرات هي التي قد تحدث عادة مشاكل عديدة. إذا القضاء على عملية الفساد وبعدم وجود قوانين واضحة وتشريعات خاصة في مثل هؤلاء، أكيد العملية عدم محاسبة هؤلاء. يعني أهم شيء هو المحاسبة، حتى الرقابة المالية ما تظهره من تقارير يومية وشهرية وإلى آخره، يعني يجب أن يكون هنالك أكثر وضوح وبلورة في مجمل العملية المالية حتى تبين الفساد الاقتصادي وبمجمله أيضا، أو خلينا نقول من ضمنه الفساد السياسي، كيف تسير الأمور. وإلا إن بمجرد ظهور تقارير وأرقام ودون الأخذ بنظر الاعتبار في كيفية القضاء هذه عليها وفي كيفية وضع اليد عليها، يعني أنا يعني هذه المصطلحات سنبقى بين الحيتان والقطط الثمينة والديناصورات وإلى آخره، وسنبقى بين هذه الاصطلاحات، ولكننا سوف لن نجد حلا ما دام لم يكن هنالك قضاء عاليا نزيها يستطيع أن يحكم البلاد بقبضة من قبيح حتى يستطيع أن يقضى على هذه المشكلات. من عمان الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هدى فالح الكويسي، شكرا جزيلا لك.